السلام عليكم. كتير من الطلبة بتسألني يا مس احنا هنراجع من كتاب ايه او ايه افضل كتاب علشان اشتريه، وبيحملني العقدة. احب اقول لكم بس ان الامتحان اخر السنة محدش يعرف عنه حاجة، والامتحان ده بيكون مفاجأة للجميع، مفاجأة للطالب ومفاجأة للمدرس. مفيش حد يقدر يتوقع امتحان اخر السنة مهما كان ده مين. علشان كده احنا بنحاول نجتهد، بنحل على قد ما نقدر. بحاول اي كتاب يقع في ايدي، انا بشتري كل الكتب او بتجيلي الكتب هدايا، بحاول على قد ما اقدر ان انا احل الكتب دي ونشوف الافكار. كل اللي في ايدينا نعمله ان احنا نجتهد ونحل اكتر افكار ممكنه. في كتاب نيوتن نزل، في كتاب الوسام، في كتاب لوح وقلم نزل من بدري، في كتاب الدليل، كل الكتب دي موجوده وبنحاول نحل منها. حاول انت تشوف الكتاب اللي ترتاح فيه وتحاول تشتريه، او تحاول تحل كتب لو انت مش قادر تشتري. ادينا بنحل على اليوتيوب، تابع واكتب ورايا بالورقة والقلم، مفيش اي مشاكل. لكن علشان انا اقول كتاب ايه بالتحديد هيبقى صعب جدا، عشان انا احل الكتب كلها برضو هيبقى صعب جدا. انا بحاول اجتهد لدرجة انت لا تتخيلها، يعني بحاول ان انا يعني احدد وقت كبير جدا للحل. ورغم كده في يعني مش قادره برضو احقق لكم اللي انتوا بتتمنوه. يعني ان حليت كتاب نيوتن الامتحان يا مس، طب ان حليت الامتحان الوسام يا مس، فانا بحاول على قدر المستطاع ان انا اوفي بطلباتكم. طبعا بالنسبه للكتب، الكتب انت حاول يعني هحاول اعرض لكم. انا عرضت كتاب الدليل، وعرضت كتاب لوح وقلم، وعرضت كتاب الوسام وحليت منه اكتر حاجه، وكتاب نيوتن ان شاء الله هحاول احل لكم منه امتحان او اتنين، ونشوف في الاخر الكتاب اللي هيلاقي اكتر تعليقات او هيناسبكم هنحاول بقدر الامكان ان احنا نحله. وخلي بالكم ان في كتب كمان لسه ما نزلتش، ان شاء الله اول ما تنزل هنجيبها، وربنا يوفق الجميع. والسلام عليكم.